نجوم النادي الاهلي وفرحه لعيبه النادي الاهلي بالفوز على الترجي في رادس كالمعتاد. كابتن سيد عبد الحفيظ، برحب بك من جديد وبكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما قلنا، لينا في رادس ذكريات ولينا في رادس حكايات، وبالفعل النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي كانوا على قدر المسؤوليه. واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن ناصر ماهر، بحييك الاول على ادائك، على التركيز الكبير. كان واضح جدا من قيدك في القائمه الافريقيه ان انت هتادي اداء اكثر من رائع. تقولي النهارده على الفوز، وتقولي كمان على مباراه الترجي اللي فيها كبيره. الحمد لله، طبعا مبسوط على اول فوز ليا في بطوله افريقيا، ويكون مع فريق كبير زي الترجي في ملعب رادس اللي لنا تاريخ فيه كبير. فالحمد لله ومبسوط جدا بالمكسب. الحمد لله. قول لي النهارده، يمكن عارف ان كان في تحضير كبير جدا للمباراه، مستر باتريس كان مجهزكم نفسيا، كان مجهزكم فنيا، شايف ان فعلا التجهيز النفسي ده اثر عليكم النهارده ان انتوا تكسبوا رادس، تكسبوا الترجي في رادس زي ما تعودنا؟ طبعا مستر كابتن طبعا بيحاول على قد ما يقدر ان هو ان احنا نخلينا ان احنا مركزين وما يحطش علينا ضغوطات. كنا حاسين باهميه الماتش النهارده، لكن الحمد لله قدرنا نفوز. الناس كلها يمكن حاطه عامل كبير جدا عليك، ده يمكن بيزود لك عبء كبير ان انت تبقى مطالب بتركيز بشكل كبير، لكن ده اكيد جمهور النادي الاهلي اللي بيطالب يكون ناصر في المرتبه الاولى، ده بينعكس عليك ازاي؟ وحابب تقول للجمهور اللي بيساندك بشكل كبير جدا ناصر. طبعا بشكرهم ومبسوط طبعا بالدعم ده، وانا لسه صغير ولسه بتعلم من اللعيبه الكبيره اللي موجوده، وانا لسه باخد خبرات والحاجات دي انا مبسوط بيها، ومبسوط ان انا مع اللعيبه الكبيره دي. فالحمد لله، وان شاء الله اقدر اعمل حاجه الفتره اللي جايه. تقول للجمهور النادي الاهلي كله اللي سعيد بالفوز المميز ده جدا يا كابتن ناصر. الحمد لله، ان شاء الله بنعكم بالبطوله باذن الله، ونبذل اقصى جهد عشان نفرحهم باذن الله. ان شاء الله ربنا يخليك. شكرا اكيد يا كابتن سيد، بنبارك للنادي الاهلي، بنبارك للكابتن.